بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاولنا التفصيل في الكليات الأساسية لوجود هذا الإنسان في الحياة، صلة بالله ومعرفة لحقيقة العمر وبحثا عن الطريق السليم للسعادة. ويبقى معنا الحديث عن السبل والطرق التي من خلالها يمكن أن نتقرب إلى حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى. فيا ترى من أين يبتدئ هذا الطريق وإلى أين ينتهي إن كان له نهاية؟ أول ما يبتدئ فيه العبد في صلته بالله عز وجل هو ما سماه علماؤنا بمنزلة اليقظة، والتي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، أي أن ينتبه الإنسان إلى حقيقة وجوده في هذه الحياة، وهو معنى حاولنا التفصيل فيه في مرة من حلقات. فما أن يتيقظ القلب ويكتشف حقيقة وجوده في الدنيا إلا وينطلق في سيره إلى الله عز وجل، فيبتدئ بالطريق والسبيل الأول إلى الله عز وجل، وهو منزلة التوبة. والتوبة من العودة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وحقيقة التوبة لا يمكن أن تتحصل للعبد إلا إذا انتبه لنفسه. وقديما قيل أن الناس أربعة أصناف: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاجتنبوه. لذلك أول ما يبتدئ السلوك إلى الله عز وجل بأن ينتبه الإنسان إلى ما يأتيه وما يدعه. ولو أننا تأملنا في حياة الناس اليوم سنجد أن الناس اختاروا بإراداتهم أن يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل حواجز وموانع. فكثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل قد أوغلوا في الكبائر من الزنا وشرب الخمر وارتكاب الموبقات، والذي برئ من الكبائر لا يسلم أن يبرأ من الصغائر، سواء من الغيبة أو النميمة أو الخوض فيما لا يعود على الإنسان بالنفع. والذي برئ من كل ذلك قد يتعلق في قلبه أنواع من الأمراض التي قل أن يلتفت لها الناس. لذلك يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغ نبوي جليل عظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا، أي لو لم تأتوا الذنوب والمعاصي لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وورد في الحديث الآخر أن ابن آدم قد كتب عليه نصيبه من الزنا مصيب ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، إلى غير ذلك. فحقيقة أن الناس كلهم مذنبون، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه لا يأتي الذنوب، وإن كان هذا الادعاء ذنب يزاد على ذنوبه. فإذا كان الإنسان بهاته المعاصي وهاته الذنوب التي قل أن يسلم منها، فيا ترى كيف يعامل الله هذا الإنسان؟ أتراه يغلق دونه أبوابه؟ أتراه يمنعه أسباب الرحمة؟ أم أن الله عز وجل لا يغلق بابه في وجه العصاة والمذنبين، والذين نحن منهم شئنا ذلك أم أبينا؟ فقد تعلمنا من قرآننا أن أبانا آدم الذي هو أصل وجودنا كان في جنة منعما وقد عصى الله. فما دام أبانا آدم قد عصى الله فلا يمكن أن يسلم لنا نحن الآدميون الفقراء الضعفاء أن لا نعصي الله. فيا ترى كيف يفتح لنا الله عز وجل بابا وسيعا من الرحمة حتى نتخلص ونتطهر من هذه الذنوب والمعاصي؟ فهذا ربنا سبحانه وتعالى ينادي عبده داود ونبيه يقول: يا داود
لو يعلم المدبرون والمعرضون عني شوقي إليهم ورغبتي في عودتهم لدابوا شوقا إلي. كل هذه الأحاديث وهذه الآيات إنما تفتح للإنسان بابا من الطمع في رحمة الله عز وجل، حتى تعتمل في صدره الحاجة والرغبة إلى التوبة، والسؤال هو كيف نتوب وكيف نعود إلى الله عز وجل. وأجمل من تحدث في هذا الباب هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، فقد جعل للتوبة ثلاثة أركان أساسية. أما الركن الأول فهو الركن العلمي المعرفي، ويحصل مع الإنسان هذا الركن بمعرفة قدر الله وجلاله، ومعرفة أثر الذنوب والمعاصي وتأثيرها على الإنسان في الدنيا حرمانا للرزق وتضييقا للعمر وحزنا في الصدر وغيرها من أضرار الذنوب والمعاصي وآثارها الأخروية، إن عذابا في القبر أو الجحيم أو إبعادا عن الله عز وجل. ثم يأتي الركن الثاني للتوبة، والذي هو الركن الوجداني الشعوري، وخلاصة هذا الركن أن يستشعر الإنسان الندم، مصداقا لقول الله عز وجل في وصف أهل النار عندما يقولون: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فهذا الجانب الوجداني في التوبة هو الذي يجعل العبد يحس بالندم على ما فرط في جنب الله. تتمثل هذه الحركة من الندم في دموع تنزل سخينة من العينين، وفي رغبة حثيثة على الاستدراك فيما بقي من عمر الإنسان. ثم يأتي الركن الثالث والأخير من أركان التوبة، وهو الركن العملي. وأول ما يتصدر في هذا الركن هو ترك الذنوب والمعاصي. فالمذنب الذي اعتاد ترك الصلاة أول ما يجب عليه أن يعود إلى الصلاة، والذي اعتاد شرب الخمر أو النظر إلى المحرمات أو اقتراف الموبقات يجب أن يوقف هذه الموبقات. ثم بعد أن يترك الإنسان الذنوب يجب عليه أن يبرم في نفسه العزيمة على عدم العودة إلى التوبة. فالإنسان الذي يقصد التوبة أو يقول أنه يتوب ثم هو يبيت العودة إلى الذنب، هذا ليس له من التوبة شيء. لذلك ورد عن رابعة العدوية قولها: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أي إننا عندما نستغفر الله عز وجل ونحن نستبطن العودة إلى الذنوب فهذا شأن المستهزئين بالله عز وجل. أعيد نفسي وإياكم من هذا المقام. نعم، إنها الأركان الأساسية. ثم يزداد إلى هذا الركن العملي في التوبة هو أن يكثر الإنسان من الحسنات والصالحات. وقال العلماء أنه يجب عليه أن يأتي بحسنات من جنس الذنوب التي كان يقترف، فمن كان ذنبه عقوق الوالدين فجزء من توبته المبالغة في الإحسان لهما، ومن كان ذنبه تضيع الصلاة فجزء من توبته الإكثار من النوافل، ومن كان ذنبه هجر القرآن الكريم فجزء من توبته الإكثار من النظر إلى المصحف، ومن كان ذنبه النظر إلى المحرمات جزء من توبته نظرة التفكر ونظرة التلاوة للقرآن وغير ذلك من صنوف النظر. هذا إذا كان الذنب فيما يتعلق بصلة العبد برب عز وجل. أما إذا كان الذنب فيه علاقة بالمخلوقين فقد زاد العلماء ركنا رابعا، وهو رد المظالم إلى أهلها. لذلك قالوا أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. أما ذنوب العباد وما يتعلق بحقوقهم فإنه مبني على المشاحة، ولا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا إذا صفى ما في ذمته من حقوق للناس. فالإنسان الذي أخذ أمانة ولم يردها جزء من توبته رد الأمانة، والإنسان الذي آذى مسلما جزء من توبته أن يحسن إلى هذا الإنسان ويعتذر منه. هذه هي جملة الأركان الأساسية التي من خلالها
تتحقق لنا التوبة، حتى إذا تبنا وأبنا إلى الله عز وجل بدأنا في طريق القرب إلى الله عز وجل. وحتى نكون قوما عمليين، فأوصيكم وأوصي نفسي بأن نجعل لأنفسنا في هذه الليلة جلسة، ونأخذ ورقة فنكتب فيها جميع الذنوب والمعاصي التي نقترفها، عازمين على أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، وعلى أن نرد المظالم إلى أهلها، حتى إذا قبضنا على هذه النية فإن الله عز وجل لا يخيب من تقرب إليه. وليحذر الإنسان من التسويف، لأنه الحاجز بينه وبين هذه التوبة، فكثيرا ما نرجئ أمر توبتنا إلى الغيب ولا ندري متى تدركنا ساعة الموت، فلنجعل هذه الساعة ساعة توبة وصلة بالله عز وجل، ونصفي حسابنا مع الله عز وجل من خلال سرد ذنوبنا، ثم إذا أنهينا هذه المهمة فلنقم ونتوضأ ونصلي لله عز وجل ركعتي توبة، حتى تعود صحائفنا بيضاء ونلقى الله على ذلك، وحتى ينفتح لنا سبيل القرب إلى الله عز وجل من خلال مجموعة من الأعمال، وهي ما سيأتي معنا تفصيله وبيانه فيما يتلو من حلقات. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا، وأن لا يجعلنا من أهل التسويف. وإلى لقاء قادم، دامت لكم الأفراح وكنتم من الله أقرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.